مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نهني ونبارك جميع الفائزين في الأشواط السابقة. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا 17 على بركة الله، والشوط 17 الخاص لفئة الإبكار المفاريد من مسافة 2 كيلومترات هي المسافة المعتادة والمقررة من قبل اللجنة المنظمة. ننتقل مباشرة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شعار عبد الهادي الأملح المري مع هملولة هو من يفتتح النداء في هذه اللحظات. المركز الثاني يتابع القدوم من احتياط بشعار سالم بن مبخوت بن محمد المري. المركز الثالث الوصول والقدوم والانطلاق من الشاهنية محمد بن محسن الشامري من يصل على المركز الثالث. المركز الرابع يتابع القدوم في هذه اللحظات من شعار راشد بن طالب الشريم المري، وخامس المراكز أتابع القدوم والوصول من شعار راشد بن رشيد الحربي من يصل على المركز الخامس مع حربة. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. يا سلام، سالم بن مبخوت بن محمد المري على الصدارة على المركز الأول، يقدم لنا في هذه اللحظات انطلاقة احتياط على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الوصول في هذه اللحظات. وصلت حربة، مرحبا بهذا القدوم ومرحبا بهذا الشعار، شعار العابر، شعار راشد بن رشيد الحربي من يقدم لنا في هذه اللحظات حربة على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الوصول والانطلاق من نجد بشعار محمد بن راشد المري. المركز الرابع وتابع الوصول في هذه اللحظات والقدوم والانطلاق في هذه اللحظات من شعار سعد بن ناصر بن حمد الفيدة مع الشاهنية. والمركز الخامس يصل شعار بن زومان. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى بن مبخوت. يا سلام على المقدمة، على الصدارة، سالم بن مبخوت المري. المركز الثاني تصل في هذه اللحظات غارة محمد بن زومان الهاجري. والمركز الثالث الوصول والتدخل في هذه اللحظات، يصل في هذه اللحظات شعار حامد بن عزيز القرشي مع المركز الثاني والثالث المراكز. وتابع الوصول في هذه اللحظات والتدخل من شعار عبد الله بن محمد بن ديلة. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى التغيير الذي جرى وطرى على صدارة الشوط. غير حامد بن عزيز بن حامد من انتقل بدوره إلى صدارة الشوط وإلى مقدمة الشوط. 200 متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة، القادم في هذه اللحظات على المركز الثاني شعار سعيد بن ناصر بن حمد الفيدة مع الشاهنية. الله الله الله، الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية سعيد بن ناصر بن حمد الفيدة على حصوله بالمركز الأول. المركز الثاني شعار حامد بن عزيز بن حامد. المركز الثالث شعار بن شيرت. المركز الثالث شعار جابر بن راشد بن شير. تهانينا والناموس لسعيد بن ناصر بن حمد الفيدة على حصول الشاهنية بالمركز الأول. والتوقيت الزمني 3 دقائق و5 ثواني و29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.